بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في برنامجكم قهوة ولا أتاي في هذا المقهى اللي كنخليوها تكون إن شاء الله بإذن الله أرضية للأنس والإمتاع للدردشة والفضفضة لتبادل المعاني الجميلة مع الضيوف مختلفين. في هذه الحلقة اختارنا لكم واحد الوجه واحد الصوت واحد الفكر متمكن من ما يروج له من إبداع وأيضا من رسائل سواء عن طريق صوت إذاعي أو في مسلسلات تلفزيونية أو أحيانا في البحث الاجتماعي في السوسيولوجيا يتعلق الأمر بالفنان ديالنا سي محمد عطير. ما عتمنى معقولين هذا النهار هذا كيفاش سي محمد؟ مرحبا بك. المعقول هو اللي غيعطيك هو اللي دخلنا العطير تماما. سعيد جدا بالتواجد ديالي معك في هذا المقهى وهذا اختيار جميل فضاء جميل وأنك تخرج من ديك القوقعة ديال الاستوديوهات. أنت رجل اللي راكم من التجارب للشيء الكثير وإلا ما تكونش هنا. الله يحفظك. الاستوديو شنو كيعني لك الاستوديو مقارنة بالتصوير الخارجي؟ دابا أنت كدير تسجيل إذاعي وكتصور في الاستوديو حقيقة. بعدها اسمح لي قهوة ولا أتاي؟ أنا؟ جيبهم بجوج عاد نعزل. أرى لي قهوة أتاي أتي. يلا ناخذ لنا قهوه نمشي نجاوبك. شكرا سي رشيد. مرحبا بك. اسمح لي نرحبوا بالسي رشيد عضو في المشهد جزء من المشهد. الله يحفظك ويرعاك. بين القهوه واتاي رشيد والسيرفيس الخدمه. نعم شكرا شكرا. جوابا على السؤال ديالك ديال شنو الفرق ما بين استوديو ولا التسجيل التصوير ولا هذا الواقع. قبيله كنهضروا انا وياك قلتي لي حاجه حقيقيه تتعطيك واحد الاحساس اللي ما يعطيش لك الاستوديو. دائما لا واقع ماشي هو الواقع الروح. فعلا دابا انت دائما كتحس راسك راه في الحياه الحقيقيه. بخلاف استوديو دائما يعني ماشي الحقيقه داك لا كريديبيليتي اللي كتعطيك جمال ولكن الروح ناقصه شويه. تمام كتكون راه تمام عطاك هو يعني لي كونترانت اللي كاينين في التصوير في يعني في ديكور حقيقي ولكن كتبقى جماليته في السماء. تمام تحت السماء كتشوف الطبيعه. دابا انت جيتينا من راس العين ياك سي من راس العين يعني كانت رحله سياحيه ولا رحله؟ لا الاشتغال. انا كنت كنصور لان فايت خدمت في البرنامج الاذاعي ريحه الدوار بمنطقه سميتها البهاله في منطقه سيدي محمد البهلول في كاين السيد اللي هي الأغنية الشهيرة اللي يتغنى بها جميع المغاربة ربما أشهر أغنية على المستوى الوطني اللي هي العلوة. العلوة يعني مشيت مزعب مشيت تما واليوم والبارح كنت في المهرجان ديال راس العين واليوم الصباح صورت مع الناس ديال الخيل على غرار داك الشيء اللي كنشتغل به كعادتي مع الناس ديال الخيل وكل ما هو تراثي لا مادي أنت تعرفه عز المعرفة يعني امتداد هاد التراث عند المغاربة. شنو قيمة وجودة الخيول الأصيلة في المنطقة ديال راس العين مثلا كنموذج اللي كنتي متواجد فيها وصورتي؟ لا هي الخيول دائما كاينة في ربوع الوطن كامل يعني الناس اللي مهووسين مهتمين مهووسين بالخيل ممكن إلا يقلبوا على الجيد والجيد عنده ماليه وعنده جماليته وعنده عزة عند الناس يعني العود الفلاني العود الدهم العود البرقي يعني ألوان كثيرة عند الناس والمغاربة يعني عندهم يعني معرفة كبيرة بالخيل وخصوصا الناس ديال الباردية ودابا راه ولات رجعت بحال رجعت عاود من خلال الاعتراف ديال اليونسكو بهذا عاود رجعت ثاني الناس المغاربه رجعوا للمواسم اكثر وهاد لا جوناس هي عاودت الشباب عاودوا ثاني رجعوا للمواسم والفروسيه. وشنو كتعني لك الفروسيه من خلال اندماجك مع المجتمع القروي البدوي بالاخص في السهول؟ شنو كتعني الفروسيه بالنسبه للبدوي الفلاح كان تاجر رب اسره راعي؟ الفروسيه وقتاش كتكون؟ كتكون في الموسم. شكرا سي رشيد بارك. والموسم كيكون في نهايه السنه الفلاحيه فالناس ملي كيجمعوا المحصول الزراعي ديالهم كيدرسوا سلا وبلطوا التبن سلا وكيبدا الموسم هو موسم ديال الالتقاء ديال جميع القبائل
في منطقة معينة صلة الرحم، يمكن ينبت يولي زواج من خلال هذا، عائلة تلاقات مع هذا، صلة الرحم وداك شيء، وتجارة، كل شيء في ذاك الموسم، ومن خلاله الفرجة اللي كتكون عن طريق البارود. والناس كيفرحوا بيشوفوا البارود ويشوفوا حاجة ديالهم مغربية صرفة، كيشوفوها من خلال الملاحم، ويستحضرون ملاحم المغاربة من خلال مثلا الحروب اللي تخاضت ابان فترة الاستعمار. كتبقى هذيك التركة وكأنها صورة ولوحة للمجد ديال المغاربات. دائما ما بغاوش يضيعوا هذا، ودائما نستحضروا من خلال الخيل، كنستحضروا الموقعة ديال واد المخازن اللي أبلوا فيها البلاء الحسن، وكانت بقت بصمة في تاريخ المغرب، تاريخ الإنسانية والظفر لمصر ديال المغاربة من خلال موقعة واد المخازن. طيب حنا نتكلموا على مجموعة من المعطيات اللي كتعلق باسم محمد عطير من الطلاقة ديالو، يعني من البداية ديالك كنت شاب في الحي المحمدي في كريان سنترال، وانت فيك واحد الرغبة في الظهور وامتاع الناس، يعني الخشبة كانت تتجرك من البداية ديالك. كيفاش قديتي تكمل قرايتك على غرار مثلا بعكس مجموعة من الفنانين اللي مشاو للفن وخلوا تكملت الدراسة ديالك؟ كيفاش زوجتي ما بين التعليم الجامعي ثم الفن في نفس الآن؟ وفعلا أنا من مواليد 5/11/67 في كريان سنترال في حي المحمدي، هذا مش اختياراتي، اختيارات ديال الله سبحانه وتعالى. ولما في البريمير بدات كتبان هاد البوادر ديال الانسان نشيط، ملي خديتي هذا النشاط، هذا الحس الفكاهه، ملي خديتي كاين في الاسره شي حد؟ لا 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 لا، غير احنا الكاريان ربما ما كان عنديش زعما لماذا ما عنديش، ولكن ربما حيت كبرنا الوسط اللي كان فيه قريب لواحد الفضاء كان كيداروا فيه الحلقه، رواد الحلقه كيرتادوا هذاك المكان بشكل يعني دؤوب بشكل مسترسل، فربما هذا كنت كنشوف دائما قريب لينا، كنشوفوا وكنمشيو وكنبركوا نتفرجوا فيهم داك الشيء. ربما هذا العامل غيكون هو اساس في هذا الاختيار هذا. من بعد من البريمير في الكوليج الانشطه المدرسيه عيد العرش، هذا هو المنطلق، وهنا كنستحضر تحضروني واحد الفكرة، التقيت واحد أستاذ من أساتذة الذين أعزهم، الأستاذ ديال الفرنسية اللي بمناسبة السي الزهراوي، تلاقيت به ويسولني عطير كيدير مع المسار الفني، وقلت لي أنا اخترت الميدان وأتحمل التبعات، قال لي لا وقف عند هذه، أنا حاضر يعني شاهد على العصر، وهذه الساعة قريتي عندي البوادر ديال رجل الفكاهة كاين، يعني أنت لم تختار الميدان بل الميدان الذي اختارك، وشتانا بين الأمرين. فما اختاريت والو، لا في الكوليج بدأت في العرش وداك الشيء، مشينا لدار الشباب مسرح الهوات، جات الموجة ديال الثنائيات في سباق المدن، ما لم يكتب أن نشارك لأن عملت بالمسيكة ديك الساعة واللي تتابع. طلعنا كان معك شي واحد، واحد الأخ سميته عبد الجليل ماجوك، كتشوفوا هاد الأخ ماشي بزاف، يعني افترقنا أكثر من عقدين من الزمن، دابا شي غادي 25 سنة، خدتوا التجربة لي وحدي في الكلية، وليناها يعني خدنا التجربة مع النشاطات اللي كانوا كيكونوا. بين قوسين كنت اللي كان شارك معك كان فهيد والدهراء، ما كانش معك فهيد الصدقه؟ فهيد ومحمد الدهراء، فهيد عبد الخالق محمد الدهراء، ثنائي الصدقه. انا كنت ثنائي الهبال، ثنائي الهبال. حنا التجربه كانت منصبه بشكل اساس على الاشرطه السمعيه، يعني درنا بزاف الاشرطه السمعيه. مجرد ما افترقنا كل راح الى حالي سبيليه، انا مشيت للتجربه، خدت التجربه الاولى في التلفزيون على القناه الاولى مع في سلسله ديال زيد ناقص، يعني رفقتها الرواد الذين رحلوا الى دار البقاء، سي محمد بن ابراهيم الله يرحمه، سي رداني الله يرحمه، سي حسن مضياف الله يرحمه، والناس اللي باقين في الحياه الله يطولنا لهم عمرهم،
حسن فلان فاطمة والشاي عبد الغني الصناك محمد الظهراء جواد السيح والبقية. ساعة خديت الإجازة ولا؟ لا لا إجازة أنا 94 ومن بعد الإجازة مريت التلفزيون والمسرح. لا هذيك الساعة درتي التدريس؟ لا ما درت حتى حاجة نهائيا. خديت الإجازة وبقيتي غادي في طريق الفنية؟ بقيت غادي في المجال الفني إلى اليوم. ما كملتيش الدكتوراه ولا؟ لا ما كانش عندك شي أفق أكاديمي نهائيا؟ ما كانت عندي مؤخرا بغيت ندير ماستر في الفنون الشعبية ولكن ما الوقت لا يسمح لأنني منشغل بشكل يعني بزاف أنا يعني نقدر ننظم وقتي وداك الشيء ولكن صعب جدا. دابا ولاو الاولاد قارن كنقرا في الاولاد. نعم ولادي يقراو بلاصتي. الله يخلي لك وليداتك. وطبعا البرنامج اللي خداك اكثر هو البرنامج الاذاعي اكثر من التلفزيوني، البرنامج اللي يعني هو ميلاد عمل بالصدفه، يعني كانت عندك شي مرحله ديال بين خيارين والاقدار خداتك لهذا المجال. اخي عتيق انا اعتبر التجربة الإذاعية منعطف حقيقي في مسار ديال هذا العبد الضعيف إلى الله، لأنني ربما التلفزيون اشتغلت فيه يعني ماشي بزاف، درنا يعني حلقات في برنامج مداولة، درنا السلسلة ديال زايد ناقص، درت كانوا هنا، درت ناس الحومة في القناة الثانية، درت التجربة ديال مع الحاج محمد الجم ديال العام طويل ديال المدرسة دي مع الراحل مصطفى المسناوي كسيناريست، ولكن في الإذاعة لها لدة خاصة طعم خاص. وكنت أتساءل دائما لماذا الكفاءات الكبيرة في الإذاعة الوطنية بقيت حبيسة الميكروفون، وكنت كنقول لماذا هادو الناس علاش ما يكونوش في التلفزيون حتى هما، ولم أعي ذلك ولم أخبر ذلك إلا عندما اشتغلت أنا في البرنامج الإذاعي وتم عرفت تفضل ومن ثم عرفت بأن هالسر لماذا هالناس بقوا كيشتغلوا في الميكروفون. بلية كبيرة رائع جدا. قبل برنامج 14 سنة في أنا أخذ التجربة يعني الموسم الرابع عشر بارك الله في هذا، ولكن متعب جدا، وقدر ما كنت متعب حتى كنت جيت كتقول راه متعب كيبددوا هاد الإحساس للجمهور من خلال كيتلقى معايا شي واحد وكيقول لي مي عزيز عليه أنت، با عزيز عليه أنت، والناس راه متسمرون قرب الميدياع، فهذا هو اللي كيخليك. الفكره كي جاتك ديال ريحه الدوار يعني باش توصل للعمق كان كل شيء تياخذ للمدينه، انت مشيتي العكس ديال التيار. انا مشيت العكس، مشيتي للباديه ودخلتي المساكن ومداشر والموالات. نعاودوا نرجعوا للاستاذ اللي قال لك انت لم تختاري الميدان. التجربه الاذاعيه خضتها يعني كان عندي خيار، عندي خياران، يا اما نبقى نشط السهرة وناخذ واحد المبلغ يعني سرانة ما كان حفل أنا في الدار البيضاء في المركب الثقافي مولاي رشيد. كنتي في محمدية؟ وكنت في محمدية. ما كيعيط لي واحد السيد على لادات اللي غنكون فيها غنشط فيها، مني تفكرت عطيته لوكي وتفكرت اقترح عليك شي مبلغ مهم. مبلغ مهم وخليته ومشيت للاكور اللي عطيت للناس. ما غراكش ديك المبلغ وقلتي هذا غير هذا اللي انشطرت الى راسين كباقي المغاربه. انا وليت انا كنقول واش نخلي رزق ولادي ونمشي لاكتيفيتي سوسيال شي حاجه وما عارفاش شنو عمل خيري. عمل خيري ما عارفوش هذيك الساعه عندي عمل خيري. من بعد عطيتي الموافقه. عطيت الموافقه وفي الاخر يعني مشيت لانني لبيت الرغبة ديال عاطر أنني نمشي عند الإخوان اللي عطيتهم كلمة، ومشيت للناس لقيت يعني النشاط كان تكريم ديال الأستاذ أحمد خشيشن، هذيك الساعة كان مدير ديال لهاكا، والفضاء اللي احتضن هذه التظاهرة كنتي فيه أنت. كنت فيه أنا سبحان الله. كنتي فيه سبحان الله. كان خشيشن هو التكريم ديالو. كان في قلعة الصقلة. نطي انت درتي كلمة. كانت عمر من بعد سيد. منك عمر السيد دار نحلة شامة، وعبد الله فركوس قال دار واحد لو شاو، وجيت انا ختام سبحان الله المسك هذاك النهار، وقال لي يا مسيو كمال الحلو الاستاذ كمال الحلو على غادي تخوض معنا تجربة التنشيط في الإذاعة.
من بعد كنعرف بان بإعاز من الاستاذ احمد خشيشن هو اللي قال لي ها لو جونغ سفيك ديك ها لو جونغ اللي غيغلق الا قلت لا راديو جيت في اواخر ديال 2007 يعني نشط الى جانب الاخوان اللي كانوا في لي زيميسيون ديال لا راديو اللي كيديروا يعني لو مورنينغ وهذا من بعد صديق اخ صديق ديالي كان هذيك الساعة مدير البرمجة خالد الكراوي قال لي في نظري أنا عاطير غد لا 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 الحي الحسني اللي كان عرفان هو كان فقال لي خصك برنامج خاص بك وقلت لي أنا غادي نشتغل على 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 البادية سي عاطير بالنسبة لك يعني باش يكون عندك واحد العزم الخروج من الاستوديو إلى مجال أرحب يعني المدينة ما شاء الله عامرة بالاختيارات مشيتي البادية وبالضبط المنطقة ديال السهول الشاوية دكالة عبدة قلعة السرغناس الرحامنة دابا أنا في نظري جراتك الحمري التراب راه حتى جراتك حتى جراتني أنا أنت سبق لك أن اشتغلت في هذا الشيء على ضفاف الأنهار ما أجمل تجربة رائعة جدا فأنت اختيها بشكلين وأنا اختيها بشكلين آخر أعمق أنت بشكل أعمق لأن أقرب للناس لأن في نظري أنا الاستوديو هو في المتناول وهذا ولكن إعطاء الميكروفون للناس البسطاء أظن وتحاورهم رأسي لم يسبق راه الناس راه كيسمعوا غير داكشي اللي يسمعوا في الإذاعة راه ما كيسمعش شنو راه جلسة بعدا بشكل استباقي راه كان الرقابة ما كانش شي حاجة اللي كتخدع الرقابة بصراحة ماشي شي حاجة أنا لو كونسيبت ما فيه ما هو دير الرقابة الراسو أنا شي فلتات يقول شي فلتات مثلا الفلتات مثلا شي خروج على القيم لا ما كاينش أنا أحرص كل الحرص على عدم خدش الحياة لأنني كنعرف الفئة اللي كنسيب لي لأن والدية ما كنمشي كاينين إشارات مثلا كاينين مؤخذات مثلا لماذا تحرص كل حلقتين على يعني التساؤل على الختانة وداك الشيء ولكن الختانة شي طقس يعني عادي الا بغيتي تبقى ذكريات وما تحكي لك الذكريات انا اشتغل على القفشات والقفشات في هاد وعاده هما كلها قفشات نرجع لك الباديه هو فضاء كما قلتي ارحب علاش والتنوع بان المدينه في نظري مستهلكة كاين بزاف ديال ليزيميسيون كلهم غاديين في لو سونس انا تماما الا انا مشيت مثلا بغيت ندير مثلا كما قلتي الرقابه مشيت بغيت نشتغل مثلا ويجي عندي شي واحد كيقول لي عاطير الطريق الفلانيه مع غير معبده كنقول له ودي هناك برامج تفي بالغرض فما خصنيش نعاود انا نشرار الكلام ونعاود نديرو انا بلون اخر انا اشتغل على واحد الكونسيبت هو هذا غنشتغلوا على تاريخ المنطقه هذه المنطقه ما يميزها وعن طريق من الاسم ديال 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 المنطقه اسميت هذه المنطقه سميتها فلان لماذا سميت بها هذا الشيء بشكل قبل في جلسه مسبقه علاش هذا وانا وكان نكتب كان نوطي على اساس ان مني غنبدا نسجل هذيك الساعه على ضوء داك الكونديكتور اللي داير هذا كنبدا نصور وهذا كنقلبوا على الامبروفيزاسيون وهنا خدامي ما كتحضرش مع القراوي ولا غيره الاسئله ولا تعطيك ما زوينش لا الا حضرتي معاه لانه هو ماشي ممثل باش تدخل لشي موضوع اللي غني بالذكريات وغني بالقفشات اللي قلتي اي راه حنا درنا الجلسه دير واحد الجلسه جلسه مسبقه نعم ضروري ديك الجلسه ضروره انا ما يمكنش تشتغل انت باش عرفتيه انت ما عارف الهيستوريك ديالهم عالم كل واحد راه عالم خبايا خبايا يعني ما كتعرف اسرارها جميل واسع النكته حاضره بقوه واي حاجه كيسخروا منها واي حاجه كيدير قبيله جبتي لي الحب الحب خارج الحب عند القراوي الحب عند القراوي يعبروا عليه الناس كيبيعوا البلادات على عيال المراه كيبيع بلاد على قبل المراه
كيبيع بلاد مره الاولى ولا وديرهم واش كاين تعدد باقي كان تعدد كان كثير لا دابا لا دابا نقص دابا نقص ولا ما بقاش لا كاين ولكن بشكل خجول شحال هذه كان اكثر من ربعه ولا كان حد القانون ما كانش القانون ما كانش ما ربعه لانك الحكام كانوا يقولوا الحكام ولكن انا فعلا هذيك الساعه كان يعني سياقات اخرى وضوابط اخرى هي اللي خلات ان يكون الرجل عنده اكثر من قانون كما كيف كيتسمى القانون القانون هو الاسره القانون الاسره الناس ديال العلم المجتمع كيعرفوا القانون هو بالنسبه للحب كيعبروا عليه واش كاين شي حاجه ديال الخيال كاين شي حاجه ديال الانجذاب شنو كيعجب المراه الرجل القروي شنو كيعجب تتعجب يعني المراه القروي شنو كتثير من اعجاب واش العيون ولا على شكل شعر جاهلي مثلا انا ما سبقش ليا شي نهار انا هضرت على هذا لان كاين غزل كاين غزل في الباديه كاين غزل ولكن حنا دائما التجربه ديال هاد السنوات دائما الراجل ما كيعرفش المراه والمرأة ما كتعرفش الراجل يعني السلام عليكم صافي هو مجبر على انه يلبي رغبه والديه هما اللي كيشوفوا كان الطريقه باش كيشتغلوا العيالات اللي كيمشي هما صاحب كتمشي المراه اصحاب هي اللي كتشوف هذا العرقوب تحت وتعرف هذا من خلال هذا البال هذا داره هنا تمشيو للحمام في الحمام باش يتلاقاو لا الحمام ما كاينش لا الحمام كاين في المدن الحمام تما كان هذاك ديال القصب غايشوفها لا كتشوفها هي كتحضر ليها وتمشيها وتقد سلاحها كاع مشيو ليها وبقى بشكل منتظم هندسه ولكن غالبا غالبا كانوا كيمشيو ولا يعني تيكتشفوا تيكون على الطريقه التقليديه الاصل ديال باها والديها مزيانين وكيمشيو لهاد العمليه واش يقدر يصطدم هو بواقع خيب ولا هي تصطدم عليها وعليه يعني بلو فاس الشيء اللي كاين المهم على الاقل النوايا كتكون صالحه ومن الطرائف اللي عمرها ما تنسى ليا شي مراه كانت كتسلخ رجال معروفه كتسلخ رجال كيجي يخطبها شي واحد كيقول لي با واش عارفه السير دير زعما واش ميقن واش ميقن كيقول يا وليدي انت انا غنجيبها لك هنا هالمراه طيحتي يديها ودائما هي معمره ديما لا كانت صحيحه وكتلت اللي ضرباتو لا كانت صحيحه كانت صحيحه وكانت في اش منطقه اش منطقه النواحي ديال بن سليمان كانت صحيحه وكانت في العوينه ملي كيسقيو ما كاينش اللي خصها تسقي هي الاولى سيده المنطقه هذه الفتوه وكانت مراه ثاني راجلها تخول لي عاود وهي اللي مشات جابته ني ملاحم المراه والدور المرأة في البيت القروي رائع قول يعني دور أساس لا يمكن أنك تصور أسرة قروية دون المرأة لأن هي كل شيء شنو الدور اللي كتأدي الولادة كتولد هي الرأسها الرأسها بلا قبل الرأسها الرأس غير ما مرة في تجارب كثيرة المرأة ولدت الرأسها قطعت مسرى الرأسها ونادت مشات دات الغداء لراجلها الله 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 غير ما مره والمراه يعني خاصها دير الحصاده تفيق مع الصباح تحلب تحلب توجد للراجل ما ياكل يعني كل المازال دابا شويه سهلت الوقت ولا الوقت اللي كانوا الناس يطلبوا العافيه يا فلانة اعطيني عويفيه كتمشي عندها وتاخذ جمره مبيتها خصها تبيتها باش ما تطفاش وكانوا العيالات حتى كيبيتوا الوقيد هنا تبيت الوقيد هنا فاش يبقى سخون باش يشعل يعني العذاب دوزوا العيالات عيالات في العالم القروي والرجل الدور ديالو هو حرث الارض ولا الراجل حتى هو العذاب السوق هالغلم هالسرحه اسبوع بطبيعه الحال ولكن هو اقل اقل ولكن في نظري المراه اللي كانت معذبه بزاف دابا شويه بدوتي ديال لا ودابا سهل الامور دابا ولا الفرار ولا داكشي سهل في نظري ما بقاش كيمكن التعليم السي عطير بالنسبه للباديه كاين الهضره المدرسيه وكاين شويه الاميه والبنات ما كيديهمش المدرسه في الاول دابا شويه دابا في الاول ما كانش تقرا المراه ما كتقراش الراجل الا قرا واحد حتى التجارب اللي سولتهم انا كان كيقول لك ما خليناش نقرا وشكون غيقابل لي السرعه
وشكون اللي غيقابل لي الغنم؟ شكون اللي قراوي يقابل الغنم؟ من النكات اللي عمره ما تنسى ليا في نواحي ديال تملالت قال لي في ايامات لا كولونيزاسيون فرونسيز ملي كان الاستعمار الفرنسي شي واحد داو لي فرونسي يقرا قال لي مو مشات عطات عليها الفرنك وخرجاتو قالت لي بغي يردوه لي نصراني راه بصح عطات عليها الفرنك وخرجاته وعلى ذكر الفلوس واحد تا هو بغاش تنسى لي قلت لي كي كانت الفلوس بكري قال لي في كانت شي فلوس المغرب كله كانت فيها الفرنك يعني متعة والله لا متعة هو متعب ولكن ممتع كتنسى كل شيء التعب لأن وتنقل واش كتنقلب بشي وسائل نقل خاصة بمفردي حيث كاين شي مناطق ما فيهاش الطريق وعرة أنا آخر هذه واحد شي قبل رمضان مشيت في موتور ركبت موتور شبعت برد جيت من فوق ولادي ما عقلوش حيث الطريق الطرويل ما تمشيش ما كاينش منين دوز والعالم القروي مهمل من حيث الشأن القروي يعني البنية التحتية الدور ديال المستشفيات الدور ديال المدارس نخلونا غير في المدارس المدارس دابا الان المدارس كاين راه كاين الدري اللي كيوصل يوصل ثقيل بالماء ويدخل لا كلاس كي يدير كاين النقل المدرسي ولا لا مازال دابا شويه هادشي ديال التنميه البشريه راه شويه راه المناطق القريبه اللي كتمشي لها قريبه شويه من الدار البيضاء فين اللي قريبه بحال الشاويه وقلعه السرغنه ولا فين قلعه السرغنه قريبه بحال ماشي بحال المناطق النائيه الجبليه راه مكرفسين اكثر انا الحوض ديال الشغال ديالي من نواحي ديال مولاي بوسلهام الى الصويره الغرب الى الصويره يعني راه عشرات قريب المراكز قريب المراكز شويه ماشي بحال الجبال اي بحال المناطق المعزوله المناطق الثلجيه وضع اصعب وضع اصعب ومع ذلك محدودين ولكن ما كاينش الفرص للتدريس والبنت ما زال دابا شويه 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 راه ولات كاينين حافلات يعني كيتساهموا فيهم بعض الجمعيات التنميه البشريه دارتهم وكاين الناس اللي كيجيبوا معتنا من الخارج يعني حافلات كبيره كيجمعوهم وكيمشيو بالنسبه للماء والبديه ندره الماء كاين ندره الناس كيصعب عليهم خصوصا دابا الفرشات المائيه دابا كانت العصا صعب على الناس انهم يمشيو ويسقيو صعيب شويه ولاو الروبينيات شويه ولكن باقي هما راه مخصوم المصدر ديالهم العيون تماما نفس الشيء يعني ما كاينش مثلا شي يعني تباعد ما بين مثلا الغرب فيه وفره الماء باقي شويه راه ما كيديروا دابا كيستقطبوا ديال السبو راه جاي هنا غيديروا بعدا يديروا شكون المناطق الاكثر تضررا من ندره المياه المناطق الاكثر تضررا من ندره المياه في هذه الجهه ديال انا ما عنديش اطلاع باش نقول من خلال الحوار ديال انا يبقى فيا غير اشفقت لحال ام الربيع والله تبقى فيا واحد النار شفتو غادي عمرني ما شفتو في هذيك الحاله الحجر بان جيت ستات لا نواحي البراديه في شهر 10 ما عمرني شفت هذيك الصوره ديال هذاك كان الثلج تيجي من ام الربيع في العيون قدر الله وما شاء فعل نقصات هذا العام كان شويه احسن من العام اللي فات ولكن شوف المصب فيك ولا راه خرج الرمل طفى على السطح تيخصو غير يعني مع الوقت شويه ديال جرف الرمال شويه ان شاء الله ربي احسن باذن الله الغرب باقي شويه الحمد لله لا الغرب هذاك دائما دابا شويه من تما ولا هذاك شويه محصول الزراعي زوج بالنسبة لفترة الاستعمار كان الرجل القروي المغربي ساهم في مد رجال المقاومة بالسلاح بالأسلحة واختلقوا بعض الحيل لا تخطروا على البال أعطينا قلة هدرت على الموضوع لا هدرت غير ما مرة كانوا كيديروا مثلا في البردعة خيطوا عليها البردعة وخيط على الفردي خيط عليه يجيب قرعة قسم على الوسط ويدير فيها داك الشيء تيخويها وكيدير سميتو تيخويها تيدير لها الطحين لا يملسها ملسها تيخويها من اللوب ديالها كانوا كيحرقوا النوادر ديال التبن ديال المعمر كيديروا مثلا فار ويدير فيه الغاز وهذا ويطلقوا ويمشي لذاك الشيء باش يلا يحرقوا راه بلاد يحرقوا هذه
عجبني بزاف ما لا تحضروني بالشكل اللي بغيت، لكن عندهم يعني تركه نضاليه. انا زرت الدوار اللي خرج منه رحال المسكيني، يعني على مشارف بحال الخرجه الا خرجتي من البروج مشيت تل الدوار وراوني يعني منين خرج الراجل وداك الشيء المعاناة اللي عانها باش يدير هذاك المسار اللي كيعرفوه الناس المختصين، وما البقاء ديال الاسم ديالو راسخ الا فعلا كان رجل مقاومه بشكل حقيقي. سي عطير، غادي نتوقفوا واحد الثواني لبث فاصل اشهاري ونرجع نوصلوا للحوار. لما تشرب اتاي ديالك ما عنده باقي سخون، نتابع الفاصل ونعود. رجعنا معكم وبكم القهوة ولا أتاي. سي عطير اختار الشاي، طبعا هو صاحب ريحة الدوار، والدوار ما فيش القهوة، في غير أتاياك. لا لا، القهوة كاينة، كانت حاضرة في البداية. القهوة كاينة كانت مع الصباح القهوة، ولكن أتاي سابق. لا، القهوة والحليب. القهوة والحليب كانت، والسكر. السكر كيشربوا بزاف ديال السكر الحلو. لا، في البداية كيشربوا بزاف الحلو. في الأول كان التمر، كان التمر وعاد القلب. في الاول كان التمر، القلب راه كان واحد سميتو الجغل، يعني الجغل زعما في اشاره ان قلب كبير. كيشربوا بزاف الحلاوه الناس الباديه، كيستهلكوا كيستهلكوا كيحرقوا سي نورمال، ولكن راه مجهود مجهود عضلي كبير كبير جدا. والفلاح تيفيق مع الصباح كله نشاط، وتبقى حتى المغرب ومعاه الراعي اللي كيرعى البهيم. يعني هاد التعب هذا كينفسوا عليهم، كيفاش كيخرجوا من هاد التعب وهاد الهم وهاد الجهد، تيخرجوا الفكاهه وكي من رحم معاناه نعم كيولدوا الضحك فعلا كيولدوا الضحك. شي نهار انا كنت في هذه في بدايه البرنامج، كتب لي ان ازور البير اللي ناض عليه صداع فين، في جمعة السحيم ديال عبدود كوالا. جمعة السحيم اظن اول هذيك الساعه باقي راسي انا ما عارف راسي واش انا فكاهي، واش انا صحفي، واش انا ممثل، واش باقي ما بيرتوربي بهذا الشكل. المهم مشيت للبير، كنت نتسنى واحد الراجل يهود من واحد الدراع، هود عدي وانا نقول له الوليد هذا البير قديم، ويبقى يشوف فيا قال لي حنا نصحابكم جايين من الرباط تصاوبوا وانتم جايين عاد تسقسيو. قال لي نصحابكم جايين من الرباط تصاوبوا. ومشيتي الفضول ديالك خلاك بغيت تعرف هذا الموضوع ديال الباحث والغبراء، يعني تماما واحد الحرب معنويه كلاميه باقى الان سريت المفعول. ولكن اللي زوين هو لقيت واقع مشكل، دابا هاد لا زون تابعه للمدينه وهاد لا زون تابع هذه اقليم وهذا اقليم. نعم. في انتخابات نساوهم بجوج. بجوج. انتخابات عندهم جغرافيه اخرى. جغرافيه اخرى. كل منطقه زرتها يعني لا تحضروني بشكل هذا القفشات ديالها. شي نهار كنت كنسول شي واحد حداد كيصوب السكك ديال المحرات، يصوب المداري، يصوب اي حاجه. ولقيتوك هذا وانا نسولو قلت له شنو الطريف اللي ما بغاش تنسالك في هذا الميدان؟ قال لي واحد النهار كنت كنصوب واحد البينسا، هو كيقول البينسا، قال لي كنت كنصوب واحد البينسا ناضت الهيزع، ناضت مضاربه، ناضت مضاربة، ناضت واحد المضاربه. قال لك واحد قال لك انا يلاه حطيتها سخونه باقا حمرة تللش، يعني باقي فيها سخونه. قال لك تم جاي واحد بغى يهزها يضربيها، دابا بردت يسحبها بارده هو طيبه. قال لك لا حول، هرب دخل مع القياطن نسى اللي مضارب معاهم كاع الهزيمه، وفين بقى عاقل على واش مشكون معاهم مضارب، سخونه لاحه ودخل مع القياطن قال لك نسى اللي مضارب معاهم كامل. اذا كاين الحرب الحداده، كاين الحرب النجاره، بالاضافه للفلاحه والزراعه. انا هذا الشيء انا كنت درته في السوق. الحرف كثيره جدا، ولكن ولا دابا حاليا تغيرات الملامح العالم ديال الباديه ولات شبيهه بمثيلتها في الدين. لا على المستوى البشري ولا على المستوى داك الشيء، ما كاينش فرق. ولذلك انا حريص كل الحرص على اني التحدث الى الشيوخ
الناس اللي معمرين الكبار لانهم هما اللي عندهم ذكريات. وكاين الشباب اللي مازال محافظين على يكونوا قلال ولكن ما عندهم ما يقولوا باش كاين قليل اللي كتلقى شي نموذج هو عزيز عليه هذا الشيء وكي يجالس الكبار والمسنين والشيوخ. ماذا بك تلقاك الا لقيتي شي واحد غادي يفرحك. الا قسمنا هذه المناطق اللي كتشتغل عليها من ناحيه السوسيولوجيا والانثروبولوجيا والثقافيه عموما على حسب الاسواق، يعني كل منطقة عندها سوق اللي هو ملتقى ثقافي تجاري اقتصادي انساني تاريخي في بزاف. حكينا على سوق الاسواق المهمه اللي يعني بسمات انا في الورشات اللي مرسي فيها العمل ملي كتمشي للسوق يعني اللي غيشدك لهذاك الشيء الناس مساكن كيفاش حسب الفئات المجتمعيه، الناس اللي لاباس عليهم كيفاش كيدخلوا السوق والناس اللي ما عندهمش كيفاش كيدخلوا السوق، يختلف الامر. كل واحد مساكن اللي ما عندهمش كيتسناو تاع الخضره تاع واللي لاباس عليهم راه كياخذوا داك الشيء مع الصباح يتقدى داك الشيء اللي طري. الناس مساكن اللي ما عندهم كيبقاو يعني السوق يعني والحلقه كاين الحلقه في السوق باقا الحلقه ايوه انا ما بقاتش بزاف يعني الرواد ديالها تقريبا كلهم ماتوا لا روليف ما كاينش. كاين حاجه اخرى اللي هي مثيره للانتباه والاهتمام هو في المنطقه اللي كتشتغل فيها كاين ولع بالشوا. الشوا حاضر بواحد الشكل سافر يعني الى بغيت تهضر بغيت تاكل خصك تشوي خص الناس يشموا الدخان. سي عتيق الى عهد قريب المغاربه ما كانت عندهم الحوت. كانوا عاطينو بدار البحر. كان هضر لك على المناطق اللي اشتغلت فيها. وإلا إلا انتبهتي كنا حنا في رمضان كنقولوا الحوت كيعطش. ما كان دابا ولات ثقافة الحوت كاينة في جميع الوجبات اللي كتتعد. لا 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 حيت كاين فوائد ديالو كثيرة. كتعني لنا الناس ولكن الدواجن كانت حاضرة. الدجاج وبيبي والبط. اي لا هذا كان في البوادي لا يمكن يعني لا 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 يعني اللحم لا يعلى عليه. الشوا الا مشيتي للسوق الشوا ولكن كاينه مناطق كاينه مناطق كاينه مناطق اللي فيها الحوت. مولي بسلام تكون لا مولي بسلام المناطق اللي كوتيير ساحليه فيها الحوت وكتلقى مثلا سيدي بالنور فيه الحوت فيه الحوت واخا داخل بعيد جا بعيد ولاد عمران لقيت فيه الحوت انا وكاين الرايه الرايه تبارك الله دونك كاين شي واحد بلاهم الطياب في كاين الطياب ما كاين العود العود ما كاينش الطياب الفحم الاطباق ديال البوادي ديال القرى شنو ديال الكسكسو هو سيد الاطباق دائما سيد ولكن الأطباق. بصيغ مختلفه ولكن كان يمكن تلقى الكسكسو ولكن كاينه مناطق ما كاينه الصقايب مناطق ديال بني خيران بالجعد هادو خريبقه ما يمكنش الا ما دارش بحال ما دار والو تي قبل التحولي كامل حولي صين مني كيسالي كيشيطوا على الانقاض وتيفرحوا الناس بديك المنظر ديك وهذيك الطقس والكرم الكرم حاتمي عند غريب بزاف خصوصا لا زون يعني البوادي ما يمكنش الا يكونوا الغريب يدخل يذبحوا ليه ما كاينش هذيك الذبيحه طقس يعني محفوظ لهم كيقول لك جا عندنا ذبحنا ليه واجي عندنا سي عطير وندبحوا عادي وكاين في المناطق الامازيغيه حتى هو حاضر ولكن بشكل مختلف. لا انا غير على الكسكسو الكسكسو ك زرت المناطق الامازيغيه ومشيت شويه جهه الاطلس المتوسط ما لا يمكنني لانني احترم تلك الثقافه وانا اجهلها وما يمكنش نشتغل على شي حاجه باش تعرفها في الميدان وتعرف الناس عليها بالميدان بطريقه او باخرى. ساسيء لها انا لا تجربتك تشفع لك يا اخي واخا تجربتي تشفع لي انا ما عنديش ادوات واليات اللغه اللي امتلكها. جبال مثلا راه ناطقين بالعربيه زعما بالعربيه لحد الان انا ما عمرني سبق لي زرتهم واتمنى من الله ان تسعفني الظروف ونمشي عندهم. بالنسبه للتراث الشفوي المعزوف والمغنى
كل منطقة عندها تقاليد عندها خصوصيتها عندها خصوصيتها وكاين بعض الفنون اللي مازال حبيسة ديك التربة منطقة تماما وانت بفضل الله يعني وفضلك تقدر تخرج هذاك الموروج علاش ما كديرش كاميرا سي عطير علاش ما كتصورش داك الشيء ما كديرش برنامج مصور دير شي موقع في يوتيوب لا راه كاين راه كاين كاين الموقع كنتمتعوا كنتخيلوا ولكن شفنا لا دابا حاليا انا كنحرص على نصور غير الطرائف ديال المنطقه انت فوقها ساكنه المنطقه وصافي وشي الاخر صعيب انا تبقى تهضر عليها ساعه لا راديو يمكن في الصوره صعب صعب جدا لان المحاور ماشي ممثل باش يمشي معاك يعني تشعل عليه كاميرا يمشي لي لو فيل وتقبلوا بكل اريحيه تصوروا ولا ماشي دائما تحضروا لي واحد النهار في المنطقه ديال جيت إيغود فين حنا عطينا الموقع إيغود هذه نواحي ديال الشماعيه في القوه كيفاش اقدم جمجمه انسان عاقل هذيك مشيت لتما ولاد حمر قبيله حمر وعجبني بغيت كان العرس وبغيت زعما نسجل العرس وقلت له داك الراجل قال لي العيالات باقيين صغارات سي عطير سي عيد حيد الناس باقى العيالات ما يمكنش تدخل عندهم باقي الناس محافظين محافظين بالنسبه للتراث والاهازيج فولكلوريه كيفاش كل منطقه كاع اللي عارفين واللي كاين ولا ما كاينش حاجه معروفه اش عطينا اللي معروف بزاف د الحوايج ما معروفينش قسمنا جغرافيه الفن والابداع دابا احمر احمر عندهم الغيطه بدينا دابا من احمر مشيت اسفي احمر لا احمر هما جوج المدن اسفي ومراكش الشماعيه واليوسفيه ما احمر الشماعيه واليوسفيه دكاله راه كتعرفها ما بين سيدي بنور والجديده والوالديه هذوما دكاله اسفي فيها جمعه سحايم فيها ثلاث بوقدره فيها سبت كزوله وفيها دار قيد سي عيسى اللي معروفه وبزاف المناطق ولكن هذوما اشهرها اللي كاينين الصويره معروفه بالشياضمه وحاحه ركراكه 44 دور والعيطه الشيضميه متميزه جدا وما سبقش لها انها نالت نصيبها من الوهج والعلاق اللي عرفته الاغنيه الاخرى كاينين الناس اللي غناوها ولكن ما نجحتش ما كانتش دائما معروفه وما خرجاش ما خرجش للوجه يعرفوها كيعرفها مثلا حجيب كانت كتعرفها الحاج الحمونيه الله يرحمها فاطمه الحسين هي غناتها بزاف ولكن المنطقه ديال العبده هي اللي عندها الغنى ديال هذا التراث هذا العيطه اللي هذا ومشات للتلفزيون هو اللي انشهرها بزاف والعونيات فين موجودين في الدكاله فقط ما مشيتي عونيات واخا هما ماشي من العونات سبحان الله فين ما مشيتي والغنى اللي عند العيالات والله ما كاين في التلفزيون سمعتي شي تحف شي هذوك العيالات اللي عندي انا دوارنا شحال زين فيه البولات شاعلي اللي كنقول لهم واش نتوما اللي شاعلين ولا البولات اللي شاعلين جميل جدا كاين داك التعابير انا من سوء حظي ما احفظ لان داك الشيء موثق داك الشيء عندي غيبقى في يدي كلارا باذن الله ونتمناو الله نتوفقوا لا يمكن يعني سيكون مأسوف عليك لو ما سجلتيش هذه وثقتيه في كتيب او كتاب ذكريات العمل لا وارده بعد سنين طويله من ذكر بما انك تسجل ديك الشيء باقي محافظ عليه واحد الحاجه وقعت واحد النهار مشيت نسجل في المنطقه اللي منها خرجت الطريقه الشرقاويه ديال الخيل سميتها ترمست هذيك ترمست انا واحد الدري دائما كان كيسول واحد السيد كيقول لي الله يخليك الا جا عطير مرحبك بغيت تهضر هذا الاخ مجاز مقيم في مدينه مراكش واحد النهار بقيت تلاقيت معاه لقيته داير واحد كتيب كاتبه بيدو متقى داكشي اللي كتساعد جميع الحكم والامثال اللي هي عندها معنى عميق جدا كاتبها وناولني هذاك الكتاب الله يرحم ليه الوالدين لانه خدم بحث مظلم وجميل جدا داك الكتاب من حجم لا ماشي حاجه كثيره ولكن يكون قد سنين مهم لا ولكن فيه عموله رائعه محافظ عليها ايوا ان شاء الله هذه بدره والنواه ديال الكتاب ان شاء الله فعلا نعم
سي عطير، احنا تنعرجوا من سؤال سؤال موضوع موضوع، وفي نفس الوقت كنحاول نتفكه بالذكريات ديالك في هذا البرنامج ديال رحلة الدوار، ولكن تنوقفوا عند بعض المظاهر والظواهر الاجتماعية، من بينها الهجرة. هذا منطقة خصبة للهجرة، فيها الهجرة كثيرة بالأخص الحريري. أنا كنلقى بعض المرات أنا شي دواور خواو كل شيء غادر، كل الهجرة القروية وكل الهجرة للخارج. لا غالبا هي كتجي للمدن، غالبا المدن القريبة من القرى، بحال مثلا الناس كيخرجوا من الدواور اللي قرابين ويمشيوا ليوسفية المدينة العمالية ديال الفوسفات، يمشيوا للشماعية، يمشيوا مثلا اللي فيها مرافق اللي فيها هذا وفيها الاشتغال وداك الشيء، لأن خصوصا المناطق التي تعيش الجفاف فمجبرين أنهم يغادروها ويمشيوا. كاين شي مناطق بحال بني ملال مثلا فيها الهجرة هذوك ديال الناس ديال البروج والناس ديال الفقيه بتصال، الناس ديال خريبكه، السبت ولاد النما، يعني ولاد يوسف، هادو معروفين الاشتغال في ايطاليا ونجحوا بشكل كبير. نعم، القراوي اللي عاش في القريه وفي الباديه كان لقاؤه مع المدينه الا مره واحده او لا تكون، النظره ديالهم الانسان المدني ولد المدينه، كيفاش كيشوفوا الانسان ولد المدينه؟ كيشوفوا ليه كيقول لك عندكم سهل سهل سهل، يقول لك انتم ساهل عندكم، كل شيء سهل. لا طريقه التفكير ديالهم بالنسبه كيفاش كيشكل الوعي ديالهم على يعني انسان مدلل موفر ليه كل الامور، قاري هذه العمليه. يعني هو دائما كيقول لك المدينه كل شيء موفر، كل شيء هذه ولا يقدر يقدر بشكل اخر يقول لك المدينه فيها كريتبات شريط ندغ، كريتبات شريط ندغ، يعني ماشي بحال شريط ندغ، ماشي بحال العربيه مثلا يضايفوك هنا. لا البخل فعلا، لا هنا فعلا ولكن البخل بالنسبه للكرم البديل كاين النقيض ديالو، كاين النقيض. سي عطير تبارك الله عليك، يعني متعتينا بهذه الذكريات، واخا كنا بغينا نسمعوا اكثر، وانا تغوص اكثر في اعماق اعماق الذكريات الجميله، لان كل الناس اللي كياخذوا الطريق بالاخص ايام السبت والاحد، دابا كيدوز الجمعه وكاين اعاده جوج مع جوج ونص، والسبت مع 12 والحد مع 12. شاركتي في المعرض الدولي للفلاحه؟ هي كنت نشطت مع الجمعيه الوطنيه للحوم الحمراء، مالين دوك التيرانات مشينا للشوا. ايوا يعني حضرت انا، كنت تكرمت في 2017 خدت يعني الجائزه ديال من بين البرامج اللي حصلت على جائزه، كنت الجائزه الثالثه انا ذاك. خدتك الباديه بزاف على العمل اللي انت بالاساس انطلقتي به، يعني عطير فكاهي عنده واحد الحس ثقافي ووعي اجتماعي عميق، ولكن ما كتعملش الفكاهه. واش كتخاف من الفكاهه؟ تتخاف من الفشل في شي لوحه؟ هذه عندما استحضر الاخر فما يمكنش نقدم على شي تجربه تكون هازه الفشل، ولكن انا شوف عندي تجارب. واش سبق لك شتي شخصيه المونتاج؟ اييه المونتاج اشتغلنا على المجال السياسي، اشتغلنا على الانتخابات على وجه الخصوص، ودرنا خمس حلقات كانت ناجحة. فالاشتغال في الإذاعة أظن أن كتقلب على راحتك ولقيتي مجال مواتي ويمكنش نشتغل على لا هذه، إلا جات شي تجربة ما عندي مشكل نديرها. كتكتب سيناريو ولا تفضل شي واحد يكتب لك السيناريو؟ لا أنا ما كرهتش شي واحد مثلا انا نقترح هو يكتب صيغ، وعاد نبقى انا مواكب معاه للتجربه. يعني هذا العامل هذا مهني، هذا الجانب مهني حرفي، يعني غتضمن نجاح من البدايه. شنو رايك فيما يروج في المشهد السمعي البصري على مستوى الفكاهه؟ وهناك الغت والسمين، ومن يطغى هل يطغى السمين على الغت ام يطغى الغت على السمين؟ ودائما يعني كل صراحه، يعني واش انت مرتاح للفكاهه اللي كاينه في لكن شوف دائما احنا ماشي نكونوا سوداويين، دائما كاين ناس ولا رماديين نكونوا واقعيين بين لا الحقيقه. ودائما كاين تجارب لناجحه ديال لي جون
كاين اللي فعلا طالونتيو وداك الشيء، وكاينين الناس اللي باقي خاصهم تجربه مع مرور الزمن غادي يكتسبوها وغيكونوا في ناجحين. غياب اللي كان الغياب اللي هو الناس ديال الكبار بداو كيبانوا بانهم مقصيين ما زوينش، هذا هو اللي كاين، يعني ما كتعطاهمش فرص في شي ادوار معينه. بزاف الاسماء غابت انا يعني كنتكلموا على رمضان ما كنهضرش على رمضان. لا على مدار السنه، على مدار السنه ما كنهضرش على الفكاهه، انا نهضر على الدراما. اسماء وازنه ما بقاتش في الساحه، ما بقاش حاضر، هي موجوده ولكن مغيبه. وشنو السبب في تقديرك؟ وانا لا يعني شي شنو السبب، واش ما عرفتش، واش حيت لي كاشي ديالهم كبار ولا شي حاجه؟ ما لا ما عرف، هذا ربما الطغيان ديال ظهور بعض الممثلات وممثلين او مبدعات ومبدعين في العالم الازرق في المواقع الاجتماعيه خلى المتابعه العليا على حسب ربما هذا توا وارد، لان الناس كيعرفوا دابا كاينه ثقافه البوز. نعم ثقافه البوز حتى هي دخلات دارت ارخت بضلالها وغيبت من غيبت من شاءت احضرت من شاءت. يعني المشهد ملي نكونوا سوداويين غادي يولي يعني شويه فيه واحد المربعات فارغه. بالنسبه للسيناريو والروايه في الدراما، يعني واش كاين ما يكلش الصدر بالنسبه لشي حاجه؟ نشوف كتابات كاينين المسلسلات اللي ناجحه قليله دائما الكثره ما يمكنش قليله، راه دائما الحاجه اللي كلامك ساعات ما بغيتش ندوز غير الحاجه اللي كون عروبي يدوب بحال كان شي عروبي يقول غيكون الصراحه يقولها بواحد الطريقه زوينه. واش انا شو عمري ما كنت انا عندي لغات الخشب، انا راه كنقول لك اسمي الاشياء بمسمياتها. كاينين مسلسلات اللي ناجحه وكاينه مسلسلات اللي داز ان ابيرسو، ولكن الاغلبيه ديال الناجحين تيكونوا قلال. يا صاحبي واش عمرك شتي نقطة ضوء في عشمة عالية؟ عمرك شتي الذهبية كتار؟ الذهب راه ديما كيكون نادر، وإلا ما غاتكونش عندك القيمة الكبيرة. راه مسلسل اللي مكتوب بقريحة وعنده عمق يخصو سيناريست يكون عنده عميق ويكون عنده واحد الباك جراوند كبيرة، وهذاك هو اللي يخليه يكون كبير. قبيلة جبدنا الراحل مصطفى المسناوي من يكتب العام طويل ودار انتقاد جميل للتعليم في البلاد، بقى علاش؟ لانه هو استاذ جامعي اولا، ثانيا ناقد معروف على المستوى الوطن العربي، صحفي وصحفي ويجالس كبار السخريه. انا كنت كنعرفوا بانه عادي الحموده اللي هو الساخر الكبير ديال مصر كان صديق ديالو، كيعرفوا كان يعني بالوفاه ديالو بدات من بعد الرحله في مصر. كان رفقته الصحفي الرائع صاحبنا الحسن العسيبي اللي توفى وفي حضرته الله يرحمه في هذه الساعه هذه، ولكن بقى الحس الابداعي مازال موجود في المغرب. بالنسبه لصراع الاجيال على مستوى الفن ككل اللي حاضرين احنا كجيل معين، بالنسبة للأبواب التي لم تفتح على مصراعيها بالنسبة لأغلب المبدعات والمبدعين من الشباب تيلوم تقول لك هناك يعني هيمنة للحضور جيل معين على حساب فرص لا تتاح للشباب. أنا في نظري دابا مني ولا هاد يعني التكنولوجيا الرقمية، في نظري أنا كل واحد عنده تلفازته. عندك دابا تلفازة هازة معك، قلب على لا ماتيير تكون يعني عندها عمق، وكل واحد كيسيب لي لا جينيراسيون ديالو تيخصو. في نظري راه كاين اليوتيوب وكاين يعني هادشي كامل هي فيه بالغرض. وقعت مؤخرا واحد مبادره انه مسلسل مغربي مشى رحل المشرق ولكن بالدبلجه، يعني تم دبلجه مسلسل مغربي. ملي كتشوف ديك الحلقة بالصيغة المغربية الأصلية تشوفها بشكل ملي تحولت للهجة الشامية، كيفاش حسيتي ب لا ما شفت قريت عليها هي مزيانة بعدا على الأقل احنا انفتحنا على بلدان أخرى كصوت كصورة بدون صوت. نبداو بعدا بهادي ريتها يعني ما قبل تشوف ممثلات مغربيات وممثلين مغاربة كيهضروا
تيهضروا بال حنا استهلكنا حنا متفتحين على كل ثقافات المغرب راه حنا جينا على البحر كل شيء اللي دخل حنا درنا كنتعيشوا معاه يعني مسلسلات خارج ارض الوطن وندبلجوها باصوات ديالنا تسويق مزيان تسويق جانب ديجا حنا اداري حنا حاجتنا تستهلك وخالو على مستوى الصوره من بعد تولي الصوره والصوت وهكذا ذا وليك بعدا نوليو عند الناس ساعة عطير شنو كتقرا عاده واش تقرا الصحف كتقرا بعض الكتب او صفحات من كتاب بشكل هذا الا بعد مرات الا كان شي كتاب اللي هو عطى عليا شي صديق ديالي ولا شي ولا خصوصا الكتب اللي فيها سخريه هي اللي كانت دابا حاليا شحال هادي ما بشكل دائما الصحف ومدمن كلمات مسهمه لصديقي واخي عبد القادر وسط استشيره في كل صغيره وكبيره على مستوى اللغه العربيه بقي الان بقي الى اليوم وانا كنت اخط يعني الكلمات المساهمه لجريده الاحداث المغربيه هذه اول مره كنقولها كتكتبها خطا للشريف الادريسي ومن بعد التجربه ولات في جريده المساء واش يعني الموهبه ديال الخط العربي منين تعلمتيها الخط العربي من صغري من الابتدائي كنت كنكتب في الحيط وكنت كنكتب مزيان انا في هذا ومن القفشات واحد الدكتور الله يرحمه مسكين كان كيقول لي انت اكتب راه 10 كاينه ع خطك 10 ع بخطك كاينه ما تعلمناش الخط في المدرسه ما تعلمناش علم الخط ما تنعرفوش الفرق بين ديال الخط ما كاش مبرمجه في المناهج التعليميه انا عند ما عرفتش دابا واش مبرمجه في المناهج التربويه التعليميه لا ما اظن كان شي كتاب ولكن بشكل خجول في شي مؤسسات انا خلينا نتعلموا الخط المغربي يكون بحال الجداد ديالنا الجداد ديالنا كلهم كيكتبوا بخط مغربي جميل جدا راه خصو نورمالمون خصو يكون ماده تدرس هذا الخط المغربي لان داخل في الهويه وداك الشيء الخط المغربي والتيفينا الأمازيغية باش نتعلموا بجوج ونكونوا ونجيبوها مع راس العام إن شاء الله مع راس العام الأمازيغية إن شاء الله إن شاء الله سي عطير شنقول لك يعني جلسة ممتعة مشنا في الذاكرة وعرفنا الشخص اللي هو عطير اللي ولد الحي المحمدي اللي لعب الكرة بعض الأحيان شي حاجة قليلة ماشي وشنو الفريق ديالك واش كاين شي ميل الفريق اللي كان انا حليت الى اليوم الى اليوم المقابلات وبقاو فيا العام بعدا داروا المانتيان في الهوات كان صعب صعب جدا اللي كان عودوا القعر دابا شويه بعدا نتمنوا العام الجاي يرجعوا للدوزيام ديفيزيون على الاقل ان شاء الله ان شاء الله الجمهور ديالهم حاضر دائما مجموعه من الصحفيين والفنانين ولكن بلي الطاس ها بليا طاس وكاع جميع الفرق بليا اش غندير نتوما الحي المحمدي عندكم واحد العشق خاص لان كانت فرقه ديال الحي وما هذا وحلينا العائلين عبد الزولي الله يرحمه الله يرحمه الحفره ملعب الحفره تما فين شنا الطاس بالبيض بحال الريال مدريد وشفنا لعابه كبار فرق كبير بين دابا وهذيك الساعه الزمن مختلف مختلف لان هذيك الساعه كان اللاعب كيخرج من الماتش وكيمشي لدربهم يا اما ياكل العصا العصا ماشي بالعصا ما بقاش بشي هادشي ديال دابا العصا كانت شفهيه بالكلام وكان اللاعب كيستحضر دائما البوبليك لانه غيشوفه دابا حاليا كيهز طوموبيلته كيمشي هذيك الساعه ما كان لا طوموبيل على الاقل 103 هي اللي كانت خسرتي تمشي عادي ما لا دابا كانت النفس وكانوا الناس يخسروا فلوسهم وقتهم وصرتهم على ود الفريق معين بحال عبد الزولي الله يرحمه فعلا عفنا زهرات شبابه وكل شيء حياته على قبل الطاس كل بعض المرات سمعف وصرع على قبل الطاس شنو كتاكل يعني شنو الاكلات المفضله ديالك قالت لي على الكربون هي اللي كنقول انا في ليميسيون جميع الماكلات اللي كياكلوا المغاربه كاكل الكرموس الهندي حاضر بقوه في النكته ديالي انا ديال علاش لانه حيت بعت مجموعه من الحلقات لانه ديالهم ولكن تيخلق لهم متاعب متاعب قال لك كتشبع كيفاش كيعاودوا لك الحكايه يا سلام كي هما لان هما كاين اللي عارف ولكن هما غالبا كيعاودوا الاشياء اللي وقعت المديني تم دابا كيجي مسكين هو مديني خديع صافي وهذا ما كيبقاو يتريقلوا عليه تيجيبوه في البياج
يحصلوه. اذا كتاكل كل شيء ما كتعملش حميه ولا؟ دابا حاليا مع لاجر حنا ولينا كنضربوا ونقيسوا دابا صافي وجبه وحده حتى الغد ان شاء الله. كاع وجبه وحده؟ صعب صعب. كتغدى ولا كتعشى؟ الغدا. الغدا. العشاء ما كتعشاش؟ لا. واش باش الوزن؟ ولا 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 تبارك الله ولي بحال هذاك اللي قال لي لقيتي الخلاوة ديالي. الله العظيم. ايه الماكلة تما تبارك الله ما كاينش وقت. كاين اليمنية خدام. الصفحة الأولى الصفحة الثانية الصفحة الثالثة ما كاين الماكلة. ما كيساليوش. ما كيجلسوش بلا ماكلة. وأتاي. ها؟ وأتاي. أتاي طقس يومي. يوم. سلام. طقس يومي. وما كيغلاضوش تبارك الله كلهم بين الجسمانية عندهم. ما كيبذل المجهود يا عاطي. واش الراجل هاز نادر ديال التبن بغيتي. والشمس. والشمس فيتامين دي دائما. فيتامين دي دابا خديتي شويه ديال فيتامين دي بلا ما تاخذها في لافارماسي. السحنه ديالي تعفيك من السؤال. السياقه كيفاش داير في السياقه سي عاد؟ متعب متسرع. واش كتسرع؟ انا لا كنمشي انا بشويه ما كنجريش. ما كتجريش؟ لا ما كنجريش لانني عارف بان اللي جريت. واي نوع من السائقين انت؟ واش من الهادئين غير محتجين يعني في الدار البيضاء مثلا؟ اللي ساق في الدار البيضاء خص يكون عنده ثلج. يكون عنده ماشي 100 فروا 300 فروا 300 فروا صعب صعب جدا. انا كنتقلق في السياقه. واش تقلق جيبها في راسك ولا عندك السكر؟ وشني عاشق مكان كتبغيه في ماشي في مكان الاشتغال ديالك في الدواور في المغرب كله؟ شنو المدينه اللي كتبغي تسافر ليها وترتاح ليها؟ اسفي 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 لان فيه البحر وعاده كاينين هذوك الناس ديال العيط عزازين عليا. يعني عندك سفر انثروبولوجي. سياحه انثروبولوجي. من وانا يعني كنقرا دي شي الكتوبه اللي كنتي قلتي ليا انا كنقراهم قبل ما يتكتبوا. لان كنمشي عند البوادي يعني بحال كنعاود نقرا من جديد خلال هذاك الشيء. دوك التجارب راه يعني متفرده ديال الشيوخ اللي دوزوا عميقه هذا المصطلح العمق بالصح. سي عطير تنشكرك جزيل الشكر على هذه الجلسه ديال القوى والاتاي معك. كانت جلسه قرويه مدنيه مغربيه بكل المقاييس ديالها. اخر طلب ماشي سؤال اللي اعطينا كارت بلونش يعني بطاقه بيضاء منبر حر. شنو يمكن تختار اي موضوع نتكلموا عليه؟ لا حضراتك شي فكره ولا شي موضوع كنتي باغي تتكلم عليه وما سولتكش عليه؟ واش يمكن البرنامج الاذاعي يتحول الى مرئي؟ انا دائما كنجاوب بان الكونسيبت راديو كونسيبت اذاعي حلوته. علاش؟ لان لا يمكن انه يتحول يولي تلفزيوني. سيفقد تلقائيته وروحه تلقائيته فما يمكنش يتحول للتلفزيون. لا بغينا نديروا صياغه اخرى بديله مثلا الكونسيبت بحال مثلا على غرار التجربه اللي درت مع القناه الاولى ديال يوتون كاحل كاينه روح البرنامج الاذاعي ولكن ماشي هي. لان الناس بعدا مالي الخيل شنو اللي خلاه يكون قوي؟ لانهم هما دايجا هما في الواجهه. الخيل هما كيديروا السبيكتاكل فسهل انك يهضروا وداك الشيء بخلاف الرجل القراوي اللي ما كانش عليه الكاميرا شويه كاين واحد التحفظ وداك الشيء مسدود ما يمكنش كيبغوش يتصوروا. احنا قبيله جبدنا العرس. جبدنا العرس قلنا لك بغيت ندخل وقال لي لا كاين بنات صغار ممنوع. كاين واحد الشيء علامه الحزن اللي هو النواح. النواح عند النواح النواح تكلمنا على النواح. انا عاد تفكرت دابا كاينه في واحد العيطه كيقولوا نفس النواح اللي في هاد المناطق كلها ولا كيختلفوا؟ لا هو لاكسون ماشي بحال بحال حتى ديك السرديات اللي كيقولوا كتسمع سامع وايلي بويا وايلي وايلي وعادا يا الخيل وايلي عادا يا اخي. كاين شي عداده الكرا عداده العداده ما كيعدوا عدادا الكرا يكريوهم باش ينوحوا. راه كاين هذاك الشيء ديال ينذبوا لا على الكلام اللي كيبقاو سرديه تيبقاو. لا ما عمرني ما حضرت لذاك الشيء. وكاين بعض المرات اللي كنمشي وكنلقى وفات وكنرجع كتبقى فايح وني معلوم الموت موت موت ديمقراطية الموت. ديمقراطية الحمد لله ديمقراطية الموت
واحد الراجل كبير قال لي هذا الموت قال لي نموت مع الدزهر قلت لي علاش قال لي ما يحمل أحد واحد اخر دو راجل كبير قال لي نموت ويقول لي عرفتي عاطير اش غدير انت تبغي تموت اهرب يا سلام هذا الشيء اللي بغينا نسمع من القبائل ونتمنى والله خصنا عينك تطلق لنا شي حاجه اخرى الله يعطيك الصحه شي راجل كبير سولته انت مالك مقلق ويقول لي عاودي خليها على الله سي عاطير خليها على انت مالك اصاحبي قال لي خليها على الله خليها على الله انت قول لي مالك قال لي سي عاطير واحد السيد عندنا في الدوار مات عمره ما مات مات عمره ما مات أول مرة مات أول مرة عمره ما مات سبحان الله هادوك الناس عندهم داك شي بالصليقة ما فيه الدم داك شي عندهم في الدم والتكافل كاين واحد التكافل كبير في البداية التضامن فعلا باقي كاين في الافراح ولا في الاحزان كيبان في الافراح كلشي الافراح الى داكشي اللي كيحكيه ديال العيالات كلشي في خدمه هذاك العرس كل الدور كله كيتعب في خدمه العرس العيالات كانوا كيبريباريو كيهيئوا الزرع باش يطحنوه كلشي كيهيئ لهذيك الاسره اللي وكلشي يحتضن هذيك الاسره وكل شيء خدام على هذيك الوصف وهكذا دواليك هذاك التضامن الحقيقي قبل مثلا انه يولي هذا الشيء اللي كاين دابا راه كاين في الاسر المغربيه وباقي الى اليوم تنظن بان الاسره ديال القرى في المغرب من العلامات الصحيه اللي مازال حافظين عليها الخصوصيات ديالها نتمنى على الله تبقى الباديه في بلاصتها بالشكل ديالها خاص الناس القيمين على هذا المجال يحرصوا على الناس يبقى يوفروا الظروف باش ما تبقاش يعيشوا ديك الايقاع اليومي والحيوي ديالهم بديك الشكل الجميل ومرجع لينا يعني جذورنا موجوده في الجبل في السهول في كل مكان من الاصول ديالي انا راه شيضمي من نواحي الركراكي منطقه سميتها مرامر ما تملتيش تما قلتي انت التربيه الخلق الحين ما ديك مرامر انت الوالدين ديالي اللي محمد عاطر المرامري المرمري المرمري مرمره مرامر ما عنديش باقي كتزور الدوار ديالكم كنشوفو مسكين انقاض وصح انقاض بقايا المنازل اللي كانت تما هذا موسم كبير الموسم ديال الركراكه موسم فيه 44 دور يعني كيبدا في نواحي اقرمود وكيسالي في الحد ديال الدرا لان ما شارف في الصويره وكل مواطن غادي بالكسكسو غادي به الكسكسو كان عنده خصوصيه خاصه هو انه كيكون فيه الفنيد حلاوه هذاك اللي فيه اللوزه في الداخل تمام كيفاش يجمع ما بين ديك الحلاوه وما بين الملعقه هذاك هذاك راه زعما بحال هديه الجمال الجماليه فرحانين بك فرحانين بك داروا لي عندي واحد الصوره فيها في الكراكريه هذا من الدواور الاولين اللي لاصقين على لا زون ديال اللي تابع الاسفي على مشارف الصويريه كنت سجلت تما في منطقه ديال خميس ولاد الحاج ومساكن استقبلوني بهذا الطقس ديال العادات العاده ديال المراحل كرم كرم شي حاجه بزاف القرى اللي مشيت لهم وذبحوا ذبيحه انا على قبلي شكرا بزاف الاسر هذه كلمه شكر واعتراف ووفاء بالنسبه للناس اللي بالنسبه لي انا الفضل ديال الله مبدئيا وديال هاد الاسر اللي احتضنتني كبير وكبير جدا وساهمت في النجاح ديال البرنامج الإذاعي اللي كان خوض تجربة يعني 14 سنة كنت منا من الله أنه ولا أتصور ما كنتصورش حياتي دون الاشتغال في هذا البرنامج يعني عاطر هو ريح الدوار تماما لأن تف في الشارع العام يعني أسأل بشكل مستمر على أش من دوار غتكون والجميل السي عاطر هو انه في عز اقبال الناس على الصوره اكثر من الصوت برنامج صغير في واحد المحطه اذاعيه طغى على الصوره وخدا المحبه الناس ومتابعه مدى صدقيته وهي اللي خلات على وانا احرص راه اخويا عتيق راه ما كان لا اقدم اللي جات
راكين بعض المرات اللي كان نرجع على قبل ربع ساعة نمشي 250 كيلومتر باش نرجع للدوار الفلاني باش نكمل الحلقة المعينة الفلانية. شحال مدة الحلقة؟ ساعة. ساعة خصها كل جودة، كلها خصو يكون توفر فيها تاريخي العادات والتقاليد والطابع الفكاهي اللي هو معروف به عاطر. لو كيخلي يعطينا فكرة أن كل قرية كلها الناس تضحكوا، ما أي جد قليل أي دوار لا نادرة هي المرات اللي اصطدمت بشي ناس ما عندهمش ما يقولوا، ولكن نادي. غالبا نادينا، ولكن غالبا كيقلبوا هما على الناس اللي عندهم الطابع الفكاهي في الحكي في الحكي ديالهم وداكشي. خاحس دابا سنوات سي نورمال ولا معروف ان شاء الله مسيره موفقه وتواصل هذه المسيره وحنا من الاوفياء ليك سي عطير. شكرا جزيلا، انا حتى انت كنت من لك التوفيق ان شاء الله في هذه التجربه اللي غادي تزاد يعني المسار ديالك ديال سنوات في اشتغال في التلفزيون لا مع القناة الأولى بداية ولا على مستوى القناة الثانية اللي كان عندك فيها برنامج يعني اللي بسمته هو أكثر من 20 سنة أظن 11 سنة مسار، لكن كان قبله تكريم، كان قبله نغم عربي وسفر فني، كونسيبت ديال تكريم إذا غتمشي ل 20 سنة تقريبا. المهم دائما تتشتغل على تكريم الناس في حياتهم، هذا يحسب لك. الله يوفقك ونتمنى نكونوا خفاف الظل على الناس اللي متبعينا. شكرا للطاقه نتا هو وشكرا للناس ديال هذا المقهى. الله يوفقك، بارك الله فيك، وشكرا على تحملك الانتظار قبل ان تنطلق هذه الحفله هذه، صبرك علينا ونتمنى على الله باش نكونوا دائما منضبطين في مجريات كل حلقه، لان العمل ديال التلفزيون راك عرفتيه ومرتي فيه اكراهات عديده، وانت اهل للصبر واهل. شكرا جزيلا، وانا انا عزيز عليا انت صافي، انا عزيز عليك كل شيء. الله يحفظك السي عطير، شكرا لك، نتلاقاو ان شاء الله في شي مناسبه قادمه باذن السماء العليم. شكرا لكم، مع تحيات وليد اسماعيل والفريق ديالو، الى اللقاء في الحلقه القادمه الاسبوع القادم ان شاء الله من هنا من شادا تي في. شكرا والسلام عليكم.